جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما الحكم شيخ في صلاة الجنازة إذا كانت في مكان خارج سور المقبرة التي تكون في قبلة المصلين؟ نعم، الصلاة على الجنائز صلى عليها خارج المقبرة ويصلى عليها في داخل المقبرة، هذه مستثنات منه. وأما بقية الصلوات فلا تصلى داخل المقبرة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور. أما صلاة الجنازة فيصلى عليها في المقبرة أو على القبر، قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.